اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ رائد بركات، الناطق المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وأيضا مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة. أستاذ رائد، صباح الخير. سعد صباحك. يعني أهلا بك. يوم الخميس تم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، واللي بحسب وزارة التربية والتعليم قالت إنه هذا العام شهد تقدم في نسبة النجاح، كانت أعلى من السنوات الماضية، يعني وصلت إلى 68.2%، وكان واضح من خلال العلامات العالية، يعني اللي لأول مرة، وهذا طبعا من بيان الوزارة الكلام، لأول مرة 18 طالب وطالبة بالفرع العلمي بيجيبوا مكرر 99.7، ولأول مرة في الفرع الأدبي 13 طالب وطالبة بيجيبوا 99.6 مكرر، وكانت العلامات عالية، يعني عدد كبير من الطلبة أيضا حصلوا على معدلات بالتسعين. هذا سيشكل تحدي أمام الجامعات الفلسطينية، وتحدي أمام الطالب نفسه وأمام أهله، اللي شو الخيارات المتاحة له اليوم في ظل هذه المعدلات العالية، وفي ظل أنه كمان جامعاتنا الفلسطينية معظم التخصصات اللي فيها تخصصات، يعني أصبح سوق العمل في فائض منها، وبدأت أيضا النقابات الفلسطينية تصدر بياناتها زي نقابة الصيادلة مثلا، تدعو في طلبة الثانوية العامة أن لا يدخلوا أو لا يتخصصوا في هذا المجال، لأنه عندنا مشاكل فيه، عندنا بطالة، عندنا عدد كبير من الصيادلة مثلا، كذلك المحامين، كذلك المهندسين وما إلى ذلك. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن نتحدث بها أستاذ رائد، لأنه مستقبل طلبة الثانوية العامة معتمد على كثير من الأمور، وأنتم تعلمون ذلك. بالإضافة دعني أقول أن وضع جامعاتنا الفلسطينية ليس بخير من ناحية الدعم المالي، حيث تعاني الجامعات الفلسطينية نقص الدعم، وبالتالي عزى الكثير من الخبراء بأنه معدلات القبول التي تم نشرها من قبل الجامعات كانت متدنية بفعل التنافس الكبير، وبفعل حاجة أيضا الجامعات إلى دعم مالي لاستقطاب الطلبة، وبالتالي من خلال هذه الأقساط، لأنه لا يوجد أيضا أي دعم آخر تتلقاه الجامعات. فمن أين سنبدأ اليوم؟ بالبداية خليني أسألك، كيف تقيم العام الدراسي اللي انتهى، وبخصوص نتائج الثانوية العامة؟ يعني بداية أنا من خلال أثير شد حيلك يا وطن، وراديو وطن وتلفزيون وطن، أنا بوجه تحية لكل جميع أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده، ونبدأ بالترحم على أرواح الشهداء والدعوة للجرحى بالشفاء العاجل ولأسرانا بالحرية، وإن شاء الله رب العالمين. أخت ريم، يعني أريد أن أعلق أن شعبنا، وأنت خير من يعلم ذلك، مر بأزمات عبر تاريخنا، بدأت من الانتفاضة الأولى وقبلها، وحتى هذا التاريخ ربما نذكر التاريخ جيدا، عصفت في شعبنا أزمات كبيرة. هاي الأزمات طالت كل شيء وأصابت كل شيء، أصابت التعليم الأساسي وأصابت التعليم الجامعي. وإذا نستذكر معا أنه بالانتفاضة الأولى أغلقت الاحتلال الجامعات، وبالتالي نصبت الخيام وفتحت المدارس وفتحت الجوامع ونصبت الخيام، وأصبح التدريس الجامعي في الخيام. هذا تجربة فلسطينية الكل يشهد بها. يعني بالانتفاضة الثانية أغلقت المدن بالكامل، وتم إعاقة وصول الطلبة، وتم إعاقة وصول المعلمين. دائما كان عندنا تحديات صراحة، وكان التعليم في فلسطين هو المستهدف من الاحتلال دائما. فإذا أنا أقول إنه شعبنا ومؤسساتنا هي ليست كباقي المؤسسات في باقي العالم، هي مؤسسات مدربة، وشعب متمرس وجيل متمرس على التعامل مع كل الأزمات اللي ممكن إحنا نمر فيها، وهذه قدرة وميزة يمتلكها شعبنا فعلا. الآن شعب عصي على الكسر، وأقول بكل أمانة
انه رغم كل التحديات اللي مرينا فيها، رغم الظروف الصعبه اللي مرقت في السنوات الماضيه من كورونا وظروف اخرى، الا انه مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيه لا زالت واقفه يعني وتقدم الخدمه لابناء شعبنا رغم كل الظروف القاسيه اللي بنمر فيها. خلينا نحكي عن هذه الخدمه استاذ رائد، يعني بصراحه اليوم ماذا ستقدم وزاره التربيه والتعليم العالي للالاف اللي تخرجوا من الثانويه العامه وبالنسبه لوضع جامعاتنا الفلسطينيه ايضا؟ يعني عدد الطلب المتقدمين تقريبا هي متقاربه في كل عام. نعم. يعني حوالين 80,000 طالب يتقدم تقريبا كل سنه. غزه والضفه صحيح. ففي في الضفه وغزه، وعدد مؤسسات التعليم العالي 54 مؤسسه تعليم عالي منتشره في جناحي الوطن. نعم. واتوقع انه الكل يعلم انه النتائج لم تكن بعيد كثيرا عن النتائج عن السنه الماضيه ولا الذي قبلها، ربما يعني فارق 4%. نعم صحيح، نسبه نجاح يعني اعلى. نعم صحيح، يعني احنا نراوح في نفس المستوى من سنوات في قضيه نسب النجاح. تمام. الان مؤسسات التعليم العالي الفلسطينيه جاهزه، يعني جاهزه ببرامجها وجاهزه بمؤسساتها لاستقبال ما يمكن استيعابه من الطلاب. هذا خارطة أنا أعرفها كل عام، عدد من الطلاب يلتحق مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية 54 مؤسسة، وعدد آخر يلتحق مؤسسات التعليم العالي خارج الوطن. طب أنتم بخلال نظرتكم للأمور تمام، يعني إيش بدك تحكي لطلبة الثانوية العامة اللي اليوم في عدد كبير منهم معدلاتهم عالية، إحنا بنحكي بالثمانين وبالتسعين نسبة كبيرة جابوا السنة. تمام. وين المجالات المتاحة لهم؟ يعني إحنا كمان في تحديات أمامنا في شيء اسمه سوق العمل. أنا كتير ناس من الأهالي راجعوني إنه أنا بدي أخلي ابني يدرس إشي ما يحطوش على بند البطالة، يعني بالنهاية أنا مش الهدف إنه أدرس ابني 4 سنين في الجامعة وبعد هيك يطلع يقعد يدور على شغل وما يلاقي شغل في البلد. فإحنا بنحكي عن جامعات أكاديمية كل التخصصات الأكاديمية اللي فيها، سواء المحاماة، الحقوق، الصيدلة، الهندسة، الطب البشري، كل هذه الأمور أصبحت لدينا فائض فيها، في يعني خلينا نحكي نسبة وتناسب. فأنتوا شو بتحكوا في هذا الموضوع؟ يعني لدينا الكثير أن نقول في هذا الموضوع. يعني بداية أبدأ بالعنوان الكبير اللي احنا بنحكي دائما اللي هو موائمة التخصصات مع سوق العمل، مش هذا العنوان الكبير يا ريم اللي بيطرحه الجميع. الان انا بقول دائما عبر وسائل الاعلام لا يمكن ان يتم وضع خطط استراتيجية للتعليم العالي لمواكبة التخصصات مع سوق العمل استنادا لسوق العمل الفلسطيني. سوق العمل الفلسطيني سوق بسيط، سوق مسكين، سوق محاصر، سوق مشوه، سوق عمل لا يمتلك حدود ولا يمتلك سيادة. نعم. على معابر، وبالتالي أصلا السوق اللي عندنا سوق ضعيف لأنه سوق محتل، هو أصبح جزء منا وهو يعاني كما نعاني. طيب وبالتالي بس المطلوب إحنا نعمله، إحنا هذا مفهوم كله، المطلوب نعمله هو دراسات بس. تمام. مش أكثر دراسات موائمة بين عدد الخريجين من الجامعات ومعدلات البطالة في البلد ومخطط زمني للتوظيف. إذا يعني سمحتي لي ريم، هاش أكثر من إنه يكون في مخطط. إذا تم وضع الخطط الاستراتيجية على احتياجات السوق الفلسطيني ستغلق أكثر من 3/4 مؤسسات التعليم العالي. سوق بسيط. كيف يعني؟ سوق ضعيف للاستيعاب. الآن لا ليست بطالة مطمعة، عن مساهمة القطاع الخاص ضعيفة. ليس لديك اقتصاد وسوق بمعنى المفهوم السوق المفتوح زي أي دولة عربية مجاورة لظروف الاحتلال وظروف الفلسطيني معتمد في أغلبيته على القطاعات الصغيرة مش تمام. على المؤسسات الكبيرة. هذا مفهوم. ولكن خطتنا في التعليم العالي أو خطة التعليم العالي تقول دائما إنه إحنا أعيننا وهدفنا ليس فقط على السوق المحلي. عندنا سوق إقليمي وعندنا سوق عالمي، والكل يعلم أن خريجينا منتشرين في كل الدول العربية. شو خطتكم بالنسبة للسوق العالمي والإقليمي؟ حاجة السوق. الآن إحنا بدأنا في مؤسسات التعليم العالي تغيير نمط التدريس. الآن إحنا أغلقنا عدد كبير من البرامج القديمة وتم تجديد وتحديث على برامج زي كانت إيش؟ أعطيني أمثلة. يعني أعطيك مثلا، الآن طرحنا موضوع الديولي بروجرام. الديولي بروجرام الآن أصبح
ظاهرة منتشرة في جميع مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني. اللي هو اللي بتقول ما يلي، إنه أنا زمان كنت أدرس على سبيل المثال المحاسبة أو الإدارة المالية، إنه الطالب يأخذ 130 ساعة معتمدة في داخل حرم الجامعة. نعم. وبالتالي هذا الطالب عندما يتخرج زي ما تفضلت قبله شوي بيطلع ينافس على فرص عمل سواء كان في الوطن أو في المحيط. الآن أصبح الدول بروجرام، أنا أعطيت مثل المحاسبة عند الهندسة وإلى آخره، كله ينطبق على الدول بروجرام. الآن 50% يدرس في داخل الحرم الجامعي و50% تطبيق عملي قصدك؟ بالضبط. وهو هذا الموضوع عبارة عن اتفاق بين مؤسسات القطاع الخاص وبين مؤسسات التعليم العالي. وبالتالي هذا الكلام شو بيعني؟ بيعني أنه أنا أعطيت الطالب فرصة أولاً أنه مش يتخرج زي ما تخرجت إعلام إذا متذكر يا ريم، ولما جيت على سوق الممارسة أول مرة بدنا فترة تدريب ونتعرف على معالم وكأني جاي على عالم غريب. لا، هلأ الطالب لما بيكون 50% أخذ في سوق العمل و50% بالجامعة، هو أصلاً تخرج وهو أصبح هو جزء من هذا العالم، وبالتالي هو لما يجي ينزل على السوق بطل يكون زي ما كان الطالب اللي تخرج من حرم الجامعة ويجي يبحث عن السوق. احنا فتحنا فرصة للطالب انه لما بيجي بتدرب حدا اعلام في تلفزيون وطن، وكون تلفزيون وطن عامل اتفاقية مع 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 احدى كليات الاعلام الفلسطينية، انه بنعطي فرصة لتلفزيون وطن انه هدول الطلاب اللي اجوا تدربوا عنده سنتين انه ينتقي، يقول والله في عندي فلان وفلان متميزين. كثير من الناس اللي تم توقيع عقود معهم قبل ما ينتهي يقول له بس تتخرج بتيجي عندنا. وبالتالي هاي البرامج اللي احنا تم استحداثها على مستوى معظم التخصصات في الجامعات الفلسطينية الان بدات تعمل بقوة، وبدات الجامعات تتنافس في هذا المجال. الان احنا بلشنا نقول عن محاسبة رقمية، بلشنا نحكي عن اعلام رقمي، بلشنا نحكي عن تخصصات بالطب، دخلنا على موضوع الفيرتشوال لابس. فبالتالي يعني احنا في الجامعات الفلسطينية مع التعليم العالي نبحث عن حلول للمستقبل ودخول عالم الرقمنة والثورة الصناعية الرابعة. الجامعات وهذا الكلام موجود على أرض الواقع، ليست أمنيات. الآن موجودة بالجامعات الفلسطينية هذا الكلام، وأنا من خلالكم بوجه تحية لكل الجامعات اللي بسمعوني الآن، أنه ما أقوله هو حقيقة موجودة في كل الجامعات الفلسطينية. طيب هذا الكلام متعلق في التخصصات اللي بتطرحها الجامعات نفسها وطريقة التعليم. تمام. لكن سوق العمل هل يحتاج إلى كم اليوم كبير من التخصصات المتعلقة بالحقوق والصيدلة والهندسة؟ تمام. والطب وما إلى ذلك، لأن النقابات بدأت اليوم يطلع صوتها بأنه لا، لدينا فائض، لدينا بطالة، لدينا كذا، وهذا أيضا مسؤولية كبيرة أمام وزارة التعليم العالي تجاه هذا الأمر. الآن في مدام إحنا نحكي دائما وأبدا أن نحن دولة مؤسسات وإحنا دولة التشريعات ونعمل في التشريعات. يا جماعة القانون كفل حق التعليم للجميع، صح أعطاني الحق في التعليم العالي أني أنا أخطط للبلد وأخطط للتعليم العالي، لكن الدستور وقانون التعليم العالي أعطى الحق للطالب أن يدخل مجال التعليم العالي. وأعطيك مثل، هناك وجهات نظر وكثير من الأهل بقول لك يا عمي أنا بدي ابني يدرس، بتقول له يا عمي على سبيل المثال في بطالة بالطب، ولك مش بدك فيه، أنا بدي أدرس ابني طب طول عمري، أمنيتي ابني يكون طبيب. تمام، هذا حق الإنسان الشخصي إنه يدرس ما يرغب. الآن صحيح أنا بنصح وبوجه، لكن وأنت بتعرفي من كم مرة طلعنا على تلفزيون وطن وقلنا يا جماعة عندنا 230 تخصص تقني، عندنا 35 كلية متوسطة على امتداد الوطن، عم بتخرج بسنتين طالب يمتلك مهارات لا يحتاج لأربع سنين مشان يخلص بكالوريوس. هذا لا يكفي أستاذ رائد، ليش ما بيكون في خطط من قبل التعليم العالي أو برامج جذب خلينا نسميها، وتقديم إغراءات تسهيلات أكثر ومنح للتعليم التقني والمهني؟ مثلا إنه مفاجأة لطلبة الثانوية العامة، هذا الوقت هو المناسب، إحنا بدنا نقبل 5000 طالب في تخصص الكذا وكذا كمنح أعلى. 5000 طالب جابوا معدل خلينا نحكي بين 65 ل 75، رايحين إحنا نعطيهم منح مثلا. تعملوا برامج جذب، يعني لا يكفي أن ضلنا نحكي في عنا كليات مهني روحوا أدرسوا فيها يا طلبتنا، في عنا بس هذا الكلام موجود وما شفتش أنا إعلانات كان يعني هذا الكلام موجود.
الآن يعني في منح للتعليم المهني، مؤسسات التعليم، هناك مؤسسات خاصة، شركات خاصة، أتوقع كانت جوال والاتصالات، أعطت منح فقط للتخصصات التقنية في المؤسسات التعليم العالي التي تمنح درجة الدبلوم، وبأعداد كبيرة تراوحت فوق 1000 و2000 منحة. هذا الكلام يعني هذا الكلام هذا الكلام موجود موجود أنا وتم بحكي عن العمل به والإعلام به. أنا بحكي عن التعليم العالي نفسه، ما هذا التعليم كنوع من تشجيع الطلاب على إنه يروحوا ل أنا اللي حكيت عنه تقديم التسهيلات يعني. اللي حكيت عنه قبل شوي هو أصلا تم الاتفاق مع مين وبالتخطيط مع مين، هي وزارة التعليم العالي مع المؤسسات القطاع الخاص، إنه نذهب بهذا الاتجاه زي ما تفضلتي بالضبط، وهذا ما حصل فعلا في السنوات الماضية وتم الإعلان عنها من خلال الوزارة وإبلاغ كل الطلبة بيعرفوا فيها، إنه هناك تخصصات للدبلوم المتوسط، كان هناك منح مقدمة من مؤسسات كبيرة في البلد خاصة وتم طرحها، وإن شاء الله تجدد هذا العام إن شاء الله رب العالمين إنه تجدد هذه المنح في هذا العام. هذا العام لسه لم يطرح أي منح لحد يعني العام هذا مثلا الآن، لغاية الآن لم تطرح أي منحة مثلا ويكون فيها عدد منيح، يعني بنحكي عن بالآلاف، إنه والله في منح لخمسة آلاف واحد يتعلموا دبلوم متوسط في كلياتنا واحد، هذا بيشجع أكثر، يعني اللي بيكون بده يعيد التوجيه ويجيب معدل عالي عشان يفوت إشي أكاديمي بصير يقولك لا طب أنا اليوم بقدر بمعدلي هذا أفوت هذه الكلية، ويكون كمان في تركيز على قضية إنه قديش بحاجة سوق العمل لهذا النوع من التخصصات، لأن اليوم هدول الناس اللي بتشتغل وهدول الناس اللي بتلاقي فعلا سوق عمل منيح، ميكانيكا السيارات مثلا، الخراطة، الأمور اللي متعلقة بالحرف المهنية واللي بيحتاجها سوق العمل حقيقة واللي ما فيش فيها بطالة يعني بنسب قليلة جدا. تعرف إنه من 4 سنوات كان التوجه نحو التعليم التقني والمهني لا يتجاوز 4%. قديش ارتفع؟ الآن 20%. 20% صار التوجه. التوجه 20% نتيجة الخطة اللي اشتغلت عليها الحكومة من 4 سنوات. الآن هذا بدل إنه هناك في خطط ناجحة للتوعية والدفع باتجاه طلابنا إنه متوجهوا للتخصصات التقنية والتخصصات المهنية. نعم. إحنا يعني خلينا نقول بالفترة السابقة كاملة يعني وخلال كل وسائل الإعلام كنا نطالب الطلاب أصلا بالابتعاد عن التخصصات النمطية والتخصصات الأكاديمية. معنى هذا اللي بحكي فيه المطالبات وحدها لا تكفي. صحيح. إحنا بحاجة صحيح. صحيح. برامج عملية على أرض الواقع لجذب الطلاب اكثر. اعطيك تجربه، المثال اللي طرحت لك اياه وامثله اخرى، يعني انتم في التعليم العالي المفروض انتم اللي اعطيك تجربه. احدى الكليات اللي تم تخريج طلابها في هذا الموسم عدد الطلاب اللي تم التخريج منها جميعهم شو كانت المفاجاه؟ عند ما النادي على اسم الطالب رائد محمد بركات دبلوم متوسط في كذا تسلم الشهادة وعقد العمل، ولا طالب تخرج إلا وعقد العمل معه. هذا من المهني والتقني صح؟ صحيح. هذا دليل إنه قديش سوق العمل بحاجة إنه هلا هذا الكلام تدفع به الوزارة وتشجع الوزارة. جيد. هناك جامعات تخصصية بالوطن، أنا ما بدي أذكر أسماء، تخصصية نجحت نجحت أبعدت عن التقليد. بس برضو لما الجامعات الفلسطينية عنا بتنزل معدلات القبول هذا بيشجع الناس اللي كانت فرصتها إنها بيفكر فيش إله فرصة يتعلم مهندس وطبيب ومحامي، هلا عنده فرصة أكثر، فبالتالي هذا بيشكل أمامكم تحدي. شو رأيك طبعا بإنه هذه الجامعات، خليني ما خدتش رأيك هذا الموضوع، نزلت معدلات القبول لهذه التخصصات؟ هلا الحد الادنى للقبول هذا معناته الحد الادنى للسماح مفهوم لتقديم الطلبات، مفهوم في تنافس بالضبط. هلا بعد التنافس هذا الحد بينزل كل سنه عمال هلا الحد الاول، لكن احنا انا بحكي لك بامانه، هلا صحيح الجامعات تعلن انه والله لما بتنزل الحد الادنى اللي كان بده يقدم للكليه التقنيه بصير بده يقدم طلب للجامعه الفلانيه، بس احكي لك بامانه لانه حسن أنا معدله بيسمح له، فبتضيع يعني الفرصة هون وبتيجي الفرصة هون. يعني أنا في هذا المجال بجوز إلي 15 سنة صح؟ نعم. بأمانة إنه كل الجامعات الفلسطينية
على التخصصات اللي تفضلت فيها حضرتك، انه تم تنزيل الحد الادنى للقبول. احنا بنقول هذا الحد الادنى هو الحد الادنى المسموح للطالب مشان يتقدم لهذا الطلب، مشان يقبل الطلب. لكن بامانه لما نراجع كل الطلاب اللي تم قبولهم في هذا التخصص وعند التخرج ونراجع الشهادات في كل عام يتراوح يا بنقص علامه يا بزيد علامه، ولكن فرص التنافس تكون موجوده في التخصص. اذا شو الهدف انه الجامعات عم بتنزل الحد الادنى لمعدل القبول؟ شو السبب؟ فتح باب التنافس. هلا مثلا على سبيل المثال في كثير من الطلاب بسجل عندك بدفع 35 دينار او 40 دينار وبسجل في الجامعه، وبس تيجي كشف الثانويه العامه بقدمه لكن ما بيلتحق، بتتفاجأ انه هو سافر خارج البلد او انه غير التخصص. وبالتالي في حاجه للجامعه كمان استيعابيه، فهي لازم يعني الجامعه تحط خطه عمليه عشان تقدر انها تجيب اكبر عدد ممكن من طلبات الالتحاق. يعني وهذه رسوم، هلا هذه رسوم هي قصه، مش قصه رسوم يعني، لكن لنفرض جامعه اكس بتحتاج 100 طالب هندسه، تمام. هلا ال 100 طالب هندسه اكيد رح تاخذ اعلى 100 يتقدم 100%، هذا الكلام فيش مجال، لانه اصلا الامور واضحه في القبول. لا يمكن طالب تقول له اسف لا يمكن قبولك بالهندسه بمعدل 85 على سبيل المثال، وانت قابل طالب وزميله معدل 82، فالامور واضحه ما فيها مجال. لكن بامانه اقول انه دائما وابدا لما بتيجي شهادات التخرج للجامعات ويتم الفحص عن شهادات الثانويه العامه نلاحظ ان المعدلات المطلوبه هي نفسها تقريبا. لكن بس ألا تفكر التعليم العالي أيضا أنه هذا ممكن يكون سبب للجامعات أنها نزلت معدلات القبول بسبب الحاجة المالية؟ إحنا ما حكينا لسه عن الدعم المالي المقدم لجامعاتنا الفلسطينية، في نسبة معينة للحكومة بتدعم فيها الجامعات، وهذه النسبة للأسف في الفترة الأخيرة يعني في كثير ديون، خلينا أسميها ديون للجامعات الفلسطينية على التعليم العالي لم تقدمها كما يجب بسبب الأزمة المالية، وهذا يفاقم من أزمة الجامعات. وإحنا بنلاحظ مع بداية العام الدراسي بصير في عنا إضرابات من نقابة العاملين، إضرابات أحيانا من الطلاب على رفع الأقساط، ورفع الأقساط له علاقة في زيادة الدخل للجامعات وما إلى ذلك. لماذا لا تتطرق التعليم العالي أيضا إلى هذه القضايا المهمة التي تعاني منها الجامعات الفلسطينية، واللي أهم أسبابها قلة الدعم المالي للجامعات؟ يعني خليني أحكي لك دكتور، إحنا مين في الوضع العام أحسن، إحنا ولا مصر اقتصاديا سياسيا وضع بطالة كل هذه الأمور؟ قد نكون إحنا نسبة التناسب أفضل بقليل، لكن في مصر في عندك الجامعات التعليم فيها مجاني. ليش؟ لأنه في دعم تولي الدولة ميزانية هاي ممنوع المس فيها، هذه للتعليم العالي. أي حدا جنسيته مصري ينتمي لهذا البلد بهذا بيحق له التعليم مجانا، كذلك تونس كذلك. واو، إحنا ما عندناش هذا الحكي لسه بفلسطين، ما عندنا. وبالعكس يعني إحنا مش طالبين إنه نتعلم مجاني، لكن على الأقل الأقساط هذه المرتفعة ألا تبقى بارتفاع وأن يتم دعم الجامعات الفلسطينية. يعني خليني أقول هذا الموضوع، مهما قدمنا للجامعات الفلسطينية إحنا كحكومة نشعر أننا مقصرين، لأنه هذه إحدى الرافعات الأساسية طبعاً لعملية التنمية للوطن. شو آخر لكن دعم تم تقديمه؟ لكن يا ريم، ما أنت عارفة الوضع اللي تمر فيه السلطة من أزمة مالية وحصار. إذا إحنا كموظفين في هذا الموضوع، إذا إحنا كموظفين بنخط رواتب 85%. حلو. طيب الآن السلطة تعاني، وسلطة محاصرة. السلطة تعاني صحيح، ومحاصرة. لكن أهم قطاعين عندنا إحنا هم الصحة والتعليم، يجب أن يكون في هناك أولوية على حساب قطاعات أخرى، يعني وميزانية هون تكون أعلى من ميزانيات أخرى. إذا بدك تفوت في هذا الديبيت يعني جدال طويل فيه هذا الموضوع. يعني أنا مش حكي عن عن عن, عن إخواننا بوزارة المالية وعن الحكومة، ولكن بجوز الهم الأكبر أنه تستطيع الحكومة أنها تأمن رواتب الموظفين بهاي النسبة اللي تدفع. طيب شو آخر دعم، هل لديك فكرة آخر دعم تم تقديمه للجامعات الفلسطينية؟ متى كان؟ أي سنة؟ من سنوات ما في صح؟ يعني من كذا سنة؟ بجوز من 4-5 سنوات. طيب
رح نرجع لهذا الموضوع، بس اسمح لي أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي معنا الدكتور حسن عبد الكريم، أستاذ التربية والخبير التربوي في جامعة بير زيت أيضا. دكتور حسن صباح الخير، أهلا بك معنا. أسعد الله صباحك أنت والمستمعين الكرام أختريم وضيفك الكريم. تحياتي لك. معنا في الاستوديو الأستاذ رائد بركات وهو مدير عام التعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي. دكتور حسن، كنا بنحكي أنا والأستاذ رائد عن سوق العمل وبعد نتائج الثانوية العامة قديش التخصصات هاي بتوائم سوق العمل وما إلى ذلك ودعم الجامعات. الآن بدي أحكي معك في شغلة إلها علاقة في القياس والتقويم. هذا العام وأنا وإنت تحدثنا كثيرا عنه كان عام استثنائي بفعل الإضرابات التي حدثت، عدم انتظام المسيرة التعليمية، كثير من الأمور التي شابت العام التعليمي صراحة، لكن بالنتائج واضح أنه نسبة التفوق عالية، نسبة النجاح أعلى 4% من السنوات الماضية، وعدد لا بأس به لأول مرة 18 طالب في الفرع العلمي بياخذوا 99.7 مكرر و13 بالفرع الأدبي 99.6 مكرر. فلذلك طرح أسئلة كثيرة وحضرتك خبير تربوي عن كيف كانت آلية القياس والتقويم لهذا العام. يعطيك العافية أختريم، يعني بصراحة توجيه هذا الهم الوطني الذي نتحدث عنه كل سنة، يعني هذه فرصة أن نبارك للطلبة المتفوقين والناجحين كافة، فألف مبروك. الحقيقة أن الامتحان على علاته يبقى ظهر وطني مهم، ممكن نختلف على آليته وطريقة الأسئلة والعمل فيه، ولكن لا نختلف عليه كمبدأ، لأن كافة الأنظمة التربوية المحترمة لديها أنظمة قياس لمخرجات التعلم في المرحلة الثانوية. هذا العام كان مختلف، أولا الامتحان لم يميز بين الأوائل وكانت العلامات متضخمة جدا، يعني ما معنى أن يكون الأوائل 17 أو 13 مكرر؟ طيب اللي أفرق عنهم بعشر واحد فقط، هذا العشر هل نحن متأكدين أنه يعني كان دقيق وموضوعي لدرجة كبيرة جدا؟ يعني اللي جاب 99.6 في العشرة ما كان من أوائل. الامتحان فشل في التمييز والتباين بين الطلبة، بمعنى أن الأسئلة كانت كل الأسئلة في متناول الكثير من الطلبة من حيث القدرة على الإجابة. الامتحانات المحترمة تستطيع أن تميز بين الطلبة العباقرة والمتميزين، لا شك أن من حصل على معدل 99 أو ما إلى ذلك متميز، لا شك في ذلك، ولكن ألم نستطع وضع فرع أو سؤال يميز بين الطلبة الأوائل؟ هذا شيء غير مسبوق. أيضا حتى نكون صريحين لا يمكن تفضل دكتور كمل فكرتك مبدأ. لا يمكن عزل مجريات الامتحان عما حصل خلال العام الدراسي من إضراب وما إلى ذلك. لا ندري ما الذي تريد أن تثبت الوزارة عندما امتنعت عن إعلان نسبة النجاح، يبدو أنها أكبر من المعتاد، فامتنعت الوزارة وهذا شيء غريب، يعني يجب أن تجيب عليه وزارة التربية والتعليم، لماذا امتنعت عن إعلان نسبة النجاح؟ نعم. أنا بحثت صراحة عشان أقدر أعرف قديش النسبة، فلقيت المعلومة 68.2، يعني إنها أعلى 4% من السنوات الماضية، يعني هذا في تصريح لأحد المسؤولين، يعني مش بالبيان، عادة بكتبوه بالبيان عند إعلان النتائج. نعم صحيح صحيح صحيح. وأيضا النقطة التي أود القول أن هنالك شوائب عديدة شابت مصداقية الامتحان، يعني متأسف جدا إني أقول هذا الشيء، ولكن هنالك العديد من المعلومات الدقيقة حول إدخال التكنولوجيا والبلوتوث والسماعات الصغيرة جدا إلى قاعة الامتحان، تم حرمان مجموعة من الطلبة. إذا العولمة والتكنولوجيا ومنتجاتها أصبحت تقتحم عالم القياس والتقويم، يمكن الاستثمار فيها بدلا من استخدامها لعملية الغش، كما أن عمليات المراقبة لم تكن كما عهدناها تاريخيا، وربما كان إضراب المعلمين الطويل الذي لم يحقق فيه المعلمون نتائج كبيرة كنوع من الاحتجاج، لم تكن الرقابة في الامتحان كما عهدناها، وهذا يفسر نسب النجاح العالية، هذا يفسر العلامات المرتفعة والمتضخمة. وبالتالي امتحان الثانوية العامة يجب الحفاظ عليه،
موحدا بين شقي الوطن، يجب الحفاظ على مصداقيته. في هذا العام هنالك العديد من الشوائب التي شابت امتحان الثانوية العامة، وأنا لا أتحدث عن تخمينات بل عن معلومات من رؤساء القاعات، عن معلومات لسماح بعض المراقبين الذين لا ضمير لديهم بأن يغش الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية وسواها. هذا أدى إلى نسب نجاح مرتفعة جدا، وهذه مشكلة. يجب أن نحافظ على مصداقية هذا الامتحان. في هذا العام بالذات لم تكن الأمور كذلك. طيب هذا شو أثره على اليوم التخصصات الجامعية؟ يعني إحنا لما حضرتك وصفته بالتضخم، هذا بيؤدي إلى تحدي أيضا أمام الجامعات. إحنا عندنا الجامعات الفلسطينية ومن كبرى الجامعات أيضا، لما نشرت معدلات القبول دكتور حسن كان واضح تدني الحد الأدنى لمعدلات القبول. هل من أسباب لهذا الأمر؟ لأنه صراحة برضو أثار جدل ونقاش مجتمعي إنه ليش الجامعة اللي كانت على أيامنا مثلا تخصص الإعلام ممنوع تحت 85 اليوم 70 بدخلك مثلا تخصص الإعلام، هذا على سبيل المثال. شو بتحكي دكتور؟ هذا كلام سليم. يعني بصراحة السبب أن الحكومة الفلسطينية منذ 10 سنوات على الأقل أوقفت الدعم للجامعات التي تسمى جامعات عامة public universities. من ضمن ذلك جامعة دير زيت وبيت لحم والخليل والنجاح وقائمة طويلة أيضا. وثبت الدعم فقط على الجامعات الحكومية. كما تعلمين أكتريم الجامعات فلسطين عامة زي دير زيت والنجاح والخليل وبيت لحم والأزهر والإسلامية إلى آخره، وجامعات حكومية وجامعات خاصة مسجلة كشركات خاصة. الحكومة منذ 10 سنوات لم تقدم دينارا واحدا للجامعات. 10 سنوات ولا 4 سنوات دكتور؟ أكثر بكثير من 4 سنوات. أنا لدي يعني مصادر موثوقة ودقيقة. أكثر بكثير من 4 سنوات. استمعت للأخ الضيف مع كل الاحترام، نحن نتحدث عن 10 سنوات على الأقل لم يقدم الدعم المعهود. وأنا أتفق مع زميلي الدكتور رائد في أن الجامعات عنصر مهم في التنمية بغض النظر عن مسمياتها. نعم. مهما كانت لأنها رواسط وطنية مهمة التنمية لم يقدم الدعم. لا أخفيك أن جيب الطالب والمواطن الفلسطيني بكل صراحة وموضوعية أصبح مصدر الدخل الوحيد تقريبا لرواتب العاملين. أنت تتحدثين عن فاتورة شهرية من 2 مليون ل 3 مليون دينار في الشهر أسترين. فبالتالي الجامعات تتنافس وتتسابق في تسجيل حاجتها من الطلبة لكي تخفف المعاناة. بس الجامعات الخاصة دكتور حسن لديها 4 سنوية، يعني كيف هذه الجامعات بتستطيع أنها تكمل والجامعات العامة تخسر اليوم؟ لدي الكثير لأقوله عن هذا الواقع. يعني بصراحة أولا بعض الجامعات الخاصة تربط بين رسم ساعتك المعتمدة وبين معدلك في التوجيه. أنت ضربت مثال للإعلام وأريد أن أعود لنفس المثال. مثلا بدك تدرس قانون أو إعلام، معدلك 90، رسم الساعة 40 دينار. بس أنا بدرسك إعلام كمان، إذا كان معدلك 80 بس بضاعف رسم الساعة عليك. في الجامعات الخاصة لا يمكن أن هيك. مش كمان الجامعات في التعليم الموازي كمان؟ لا. المعدلات لما تعلن في الجامعات العامة معدل معين ما بتربط مع التخصص، مع رسم الساعة المعتمدة وما غيره. كمان خليني أضيف معلومة. يعني ممكن التعليم الموازي ولكن لا يرتقي لدرجة ربط المعدل مع رسم الساعة. أضيف معلومة إنه بعض الجامعات الفلسطينية لها كل الاحترام والتقدير فيها كليات طب ودزينا من برامج الدكتوراه، والدكتور رائد جنبك ويسمعني الآن. كليات الطب التي تقبل في العام الواحد. أستاذ رائد على موضوع بس الجامعات العامة والخاصة بالنسبة للموازي، يعني أنتم كتعليم عالي كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟ يعني بالنسبة لرفض الأموال للجامعات، أو في فرق بين الجامعات الخاصة والجامعات العامة؟ يعني أنا بجوز حكينا سابقا. يسعد صباحك دكتور حسن. الله يسعد صباحك دكتور رائد. يعني الله. إحنا بجوز حكينا إنه الحكومة أكيد لن تألو جهدا أن تقوم بما يجب عليها أن تقوم به اتجاه مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية اللي بنعرف، اللي إحنا كلنا على يقين إنها في مقدمة طلائع المواجهة، وهي إحدى رافعات التنمية. نعم. وإحدى رافعات المستقبل والاستقلال يا دكتور الحبيب. أكيد أكيد. يعني هذا أكيد. الكلام تاريخيا
أنه الحكومة لم تألو أي جهد في هذا المجال، ولكن الوضع العام المالي التي تمر بها الحكومة الفلسطينية من حصار وإلى آخره للابتزازات السياسية اللي نعرفها كلنا أثرت على الوضع المالي للسلطة، وبالتالي هذا امتد تأثيره على كل القطاعات، منه الجامعة. دعم الحكومة لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، الذي نتأمل أنه في أقرب وقت أنه يتحسن الوضع العام المالي للسلطة لتستطيع أنها تساعد وتقدم ما يلزم لرفض جامعاتنا الفلسطينية إن شاء الله. أكيد أكيد، لا خلاف لدي معك في ذلك دكتور. يعني احنا ما بدناش نبحث عن الأسباب، ولكن أنا بشخص في الواقع. يعني أختريم سألت عن انخفاض المعدلات ورسوم رسوم الجامعات، ما أسباب الجامعات؟ يعني الأسباب التي لدى الجامعات، أحد هذه الأسباب الأزمات المالية كما فهمت منك دكتور حسن اللي بتمر فيها الجامعات. صحيح صحيح، أحد هذه الأسباب. أختريم انخفاض المعدلات، يعني هو على فكرة ليس انخفاضا دراماتيكيا حتى نكون صريحين، تقريبا الجامعات نفس المعدلات، وقانون التعليم العالي واضح وصريح أنه 65 يحق للجامعة أن يسجل الطالب فيها. ولكن لأن إذا رأينا معدلات، أنا اطلعت على لوائح المعدلات في الجامعات الفلسطينية وهي تمثل حدود الدنيا، يعني لما يكون لك مثلا 70 لتخصص معين هذا لا يعني إنه كل الطلاب اللي راح ينقبلوا 70، بجوز بعض الطلاب يكونوا 70، بجوز معظمهم في التسعينات، فبالتالي هنالك تنافس وسباق محموم بكل صراحة وموضوعية بين الجامعات لكي تأخذ حاجتها، لكي تؤمن مصادر دخل من العاملين. ما أردت أن أقوله ردا على سؤالك حول أن بعض الجامعات تحقق أرباح وضع مستقر، هي لا تسمح للطالب أن يستمر في تعليمه إلا إذا دفع الرسوم كاملة قبل كل فصل. بعض الجامعات الأخرى لا يستوي فيها ذلك الأمر ويتم إغلاقها ويتم كذا. وحتى أشير لنقطة، يعني هل تود القول دكتور حسن أن جامعاتنا الفلسطينية العامة كما وصفتها الببليك يونيفرسيتيز أمام تحدي كبير إزاء هذه الأزمة المالية التي تواجهها؟ نعم نعم، بعضها لديه مصادر دخل قد تكون مريحة من كليات الطب وبرامج الدكتوراه. يعني بمعنى آخر، في سؤال بيطرح نفسه، هل نحن مؤهلون في الجامعات الفلسطينية لمنح درجة الدكتوراه؟ هذا سؤال كبير. أنا ليس لدي جواب، يمكن الدكتور رائد والتعليم العالي عنده جواب عليه. ثانيا كليات الطب، وأنا بالأمس قرأت أو سمعت خبر على محطتكم أو محطة أخرى حول نقابة الصيادلة التي صحيح. تمنت على الطلبة أن لا يسجلوا صيدلة أو طب أسنان، والكثير من والقانون والإعلام، ما بدنا نظلم حدا يعني، أو تخصص معين، والتربية صحيح. والعلوم التربوية في إشباع صار في السوق. الآن بعض الكليات ككلية الطب، أنا بقلم وورقة حسبت أنها قد تدر دخل للجامعة مقدار 20 مليون دينار سنويا. هذا يعني أنه في برامج دكتوراه وبرامج طب قد تؤدي إلى تباين بين الجامعات من حيث المدخولات. أنا يعني عندي توقع أنه مستقبل الجامعات الفلسطينية تتجه أن تصبح جامعات مجندرة أنثويا. كيف يعني؟ الأنثى الفلسطينية في مجتمع رجولي للذكور فرص عمل وغيرها وغيرها، سواء خريجين أو غيرهم، يتجهون نحو العمل للأسف الشديد غالبا في سوق الاحتلال، سواء قبل التخرج من الجامعة أو بعد التخرج من الجامعة. معروف سوق العمل في الداخل يعني أصبح كبير للأسف. نعم. شيء مؤسف جدا، يعني نتمنى أن يتغير الوضع مستقبلا على الوضع الاقتصادي والسياسي، بحيث أن تصبح بلدنا هي فرص العمل وطنية ونخلق فرص عمل لهؤلاء الشباب. تمام. بالتالي أين أصبحت التخصصات والمهن الأكاديمية؟ أصبحت للإناث التي اللواتي ليس لديهن فرص عمل أخرى، وأصبحت بعض التخصصات تكاد تقتصر على الإناث، وهذا يحتاج إلى دراسة وبحث على الصعيد الديموغرافي. الهم الاقتصادي مهم بالنسبة للطلاب، ماذا أتخصص وماذا أدرس في الجامعة. نعم. ويفرق هنالك فرق كبير بين الإناث والذكور. نعم. شكرا لك على هذه التوضيحات حول عملية القياس والتقويم وأيضا فرص العمل المتاحة لطلبة الثانوية العامة بعد التخرج. شكرا دكتور حسن عبد الكريم الخبير التربوي. أعود إليك أستاذ رائد، يمكن أكثر شيء حكى فيه دكتور حسن المعيقات، يعني قبل شوي حكينا، لكن هو أكثر يعني سلط الضوء أكثر على الصعوبات، على المعيقات اللي بتعاني منها الجامعات الفلسطينية
وايضا اثره على الطلاب وفرص العمل. ما بنقدر ننكر انه الدعم المالي مهم اليوم للجامعات، واي جامعه من الجامعات العامه، واحنا اصلا الجامعات المعروفه على مستوى فلسطين هي الجامعات العامه اللي بنفتخر فيها، فبالتالي ما بنقدر ننكر انه هذا اثر عليها، على 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 العمليه التعليميه فيها، على وضع العاملين فيها وما شهدته من اضرابات، على وكله اخر شيء بصب في التعليم، بصب في الدعم المالي. قديش كتعليم عالي انتوا حاولتوا من خلال، احنا بنعرف انه في ازمه ماليه عند السلطه وحصار مالي، ولكن قديش حاولتوا انكم انتوا على الاقل يكون في جزء من هذا الدعم لجامعاتنا الفلسطينيه، ام انه ما فيش افق؟ يعني رح يضل الموضوع مسكر، يعني في انفراجه في هذا الموضوع، يعني في محاولات. هذا الموضوع موضوع مهم، لكن في نفس الوقت كمان المصداقية مهمة كمان، وبالتالي احترام التصريحات مهم. وبالتالي احنا لما بنحكي انه الوضع المالي للسلطة الان صعب، والكل يعرف انه صعب، وانه عملية الدعم الان لمؤسسات التعليم العالي الان تكاد تكون صعبة او مستحيلة في ظل الظروف الحالية، لانه هي احدى القطاعات الفلسطينية التي تعاني. قطاع الصحة بيعاني، التعليم بيعاني، وبالتالي كل قطاعات الشعب الفلسطيني تعاني من الأزمة المالية، من الحصار الإسرائيلي، من الابتزاز السياسي اللي نتعرض له جميعا. وبالتالي يعني أنا لا أريد المزاولة، ولكن كل الشعب الفلسطيني يقف صامدا، من المواطن البسيط حتى الحكومة تقف صامد أمام هذا الابتزاز السياسي وهذا الضغط اللي يمارس على شعبنا حكومة وشعبا. كلنا في خندق واحد، وليس كلام للمزاودة، حتى نثبت على ثوابتنا وعلى موقفنا الفلسطيني. الانفراج إن شاء الله إنه قادم، وأنا أتأمل إنه يكون قادم. الآن في حالة حصل الانفراج لن يكون هناك أي مانع لدى الحكومة، بالعكس، أن تقدم ما يلزم وما هو مطلوب اتجاه كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني. طيب ما رأيك في موضوع بيانات النقابات المتعلقة بنصائحها لطلبة الثانوية العامة أن لا يعني يذهبوا إلى دراسة تخصص معين بسبب الإشكاليات اللي بتمر في هذا القطاع، من ضمنها الصيدلة مثلا، نقابة الصيدلة؟ يعني شو رأيكم كتعليم عالي أنتم، كيف تنظرون إلى هذه البيانات؟ بالإضافة إلى أنا متأكدة كمان المحامين العام الماضي أصدر بيان، ممكن النقابة تصدر كمان مرة بيان، والمهندسين وما إلى ذلك. يعني أنا بهذا الجانب المهم بدي أحكي إشي مهم. فضل. إنه إحنا في التعليم العالي في تحديد سياسات أسس القبول في الجامعات الفلسطينية، دائما وأبدا احنا منفتحين على كل قطاعات الشعب الفلسطيني. بتجتمعوا مع النقابات؟ بالضبط. بتاخذوا منهم الفيدباك 100%. احنا منفتحين على كل قطاعات الشعب الفلسطيني وكل الأجسام التي لها علاقة بهذا التخصص. وبالتالي يعني الآن أتمنى انه كل الأحباء في النقابات يكونوا بسمعوني الآن، من نقابة الأطباء والمهندسين والصيادلة وكل النقابات، نحن على اتصال دائم ولقاءات مستمرة. وإخواننا في النقابات نوجه لهم تحية من خلالكم، إنهم هم متعاونين جدا، ونحن على وتيرة واحدة وفي خط واحد في تحديد أسس القبول وفي رسم سياسة المهنة اللي بتمثلها هاي النقابة، سواء كانت الهندسة أو الصيدلة أو الطب أو إلى آخره. وعند تحديد سياسات أسس القبول أو التعديل عليها يتم التباحث مع النقابات في جلسات وورشات عمل والوزارات المعنية الأخرى. يعني على سبيل المثال عند الحديث عن وزارة عن تخصص نقابة الصيادلة أو الأطباء إلى آخره تشارك وزارة الصحة. يعني أنتم ما يعني بالنهاية شو رأيك في هذا البيان اللي أصدره؟ أنتم موافقين على ما جاء فيه بأنه في لدينا فائض من هذا من الصيادلة، وسوق العمل لا يحتمل وجود صيادلة جدد، و يعني احنا في كثير صيادله بيقولوا لي انا لي 3 سنين مقدم افتح صيدليه ما اخذتش موافقه لهلا. يعني تمام، احنا يعني في صعوبه في هذا الموضوع. هذا الموضوع نحن نحترم كل نقابه تقوم بدورها، هي نقابه، هي تمثل هاي المهنه. وبالتالي ما قامت به نقابه الصيادله او نقابه الاطباء هذا يمثل دورها في تنظيم المهنه، وهذا حق. نعم، هذا حق الطبيعي، ويجب ان تقوم بهذه التوجيهات للطلبة المقبلين على الدراسة في التخصصات. احنا بالتعليم العالي اكيد انه وجهة نظر اكيد حكيناها لهم، انه للنقابات، انه احنا نحترم رغبة الطالب
وفي الدراسة، وهذا حق اللي بديت فيه الكلام يا ريم. نعم. حكينا أنه إحنا في التعليم العالي حق التعليم مكفول للطالب ونكفل حقه ورغبته في التعليم، ولكن نطلب من الطالب أن يسمع الأصوات. قل له تفضل نقابة الصيادلة شو نزلت بيان أول مبارح، تفضل نقابة الأطباء شو بتحكي، أن هناك بطالة، أن هناك عدد فائض، ولكن بالآخر الخيار للطالب، الخيار يبقى للطالب، الطالب ورغبته. وشو بتحكي التعليم العالي؟ لا، مشان نكون نحكيها بصراحة، لا يجوز وما بيطلع للحكومة ولا لأي جهة أن يمنع التحاق أي طالب بأي تخصص تحت أي سبب أو أي مسمى. يعني بمعنى أنا أجي أقول يا جماعة إن والله عندي عدد كبير من الصيادلة، خلاص يا جماعات مؤسسات التعليم العالي الفلسطيني استوب، تقبلوش ولا طالب صيدلي لهذا العام، بدنا نوقف قبول الصيدلي لأربع سنوات لنفرض. طب الطالب بيحمل حاله بيطلع برا. بس في دول تانية مثلا، خليني أعطيك مثال، تركيا إيش بصير فيها مثلا؟ هي ما بتمنع أي طالب يتخصص اللي بده إياه، بتتيح المجال، لكن بيكون عندها دراسة، يعني مثلا بتعمل امتحانات قبول، بتحدد عدد الطلاب المقبولين سنويا بالجامعات بناء على مخطط زمني للتوظيف وللتحكم بمعدلات البطالة. لهيك في كثير من الطلاب بيخلصوا ثانوية عامة بقعدوا سنة أو سنتين قبل ما يلتحقوا بالجامعة لحتى يدخل الجامعة ويتاح له مقعد في هذا التخصص. إحنا ما بنمنع أستاذ رائد حدا أنه يفوت تخصص معين، لكن إحنا لازم ننظم العملية أكثر من ذلك. وهذا مثال أنا أعطيتك إياه في تركيا مثلا، بأنه يكون في مخطط زمني لحتى كل طالب بتخرج من الصيدلة يلاقي فرصة عمل بهاي الطريقة، بهاي المناسبة، بهذا الموضوع بالتحديد. إحنا أنا زي ما حكيت لك الآن، الطالب أنت بتقدر تتحكم بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، لكن ما بتقدر تتحكم بمؤسسة التعليم العالي برا يعني. وبالتالي الطالب اللي حقق شروط، أنا أعطيتك كيف تركيا بتعمل لطلابها. تمام مثلاً. طب والطالب التركي اللي طلع برا بيقدر يمنعه؟ لا، احنا خلينا نعلي جوا البلد. هل عشان هيك أنا بحكي إنه أنت، أنا كمان ما بدي أفتح لهجرة رأس المال الفلسطيني. وبالتالي أنا ما بدي أجي أقول والله إنه الطالب الفلسطيني لا، مش ممنوع يدرس بجامعة بير زيت والنجاح، لأنه أنا والله السوق عندي ما بتحمل، وأنا أدفع بعشرات الآلاف من الطلاب إنهم يطلعوا. أنا حكيت لك معدلات قبول، أنا حكيت لك امتحانات قبول، امتحانات قبول معينة بتكون بناء على ليش؟ ما هو أحسن مرات يطلع برا أحسن ما إنه يتخرج وما يلاقيش وظيفة. يا ريت ما يلاقيش وظيفة، يعني يفوت ويدرس ويطلع ويقعد على بند البطالة أحسن. يا ريت إنه كل مؤسسات التعليم العالي بتسمعنا في هذا الحوار الآن وكلها تحط امتحانات قبول لكل التخصصات، ولا تجعل. طب ليش ما أنتوا تصدروا تعليماتكم في هذا الموضوع مثلا؟ هذا حكي حكينا فيه كثيرا. هلأ القصة مش نقدر وما بنقدر، القصة ما يسمح به القانون، ما يخولنا به القانون. وبالتالي زي ما حكيت من البداية، أنا قبل ما أدرس الإعلام خضعت لامتحان قبول، كل الاحترام، وكان موجود هذا الأمر، يعني كانت تتبعه الجامعات، لكن مؤخرا لم يعد موجود. يا ريت وفتح الباب على مصراعيه، إنه بيسمعوا حديثنا الآن ويحطوا امتحان قبول له علاقة بنوع التخصص وكم قدرات الطالب المتقدم. هذا غير امتحان الثانوية، يعني مش مهم انت شو جبت في دول. لا، هلا بنقول شو ما جبت انت في الثانوية العامة انا ما بهمني، انت بدك عندي حد ادنى للقبول، انت متوفر هذا الشرط عندك، لكن تعال انا بالضبط. عندي امتحان قبول في حد ادنى حطته الوزارة، ما دام انت حققته تعال تفضل. يا ريت انتوا كتعليم عالي ما بتقدروا تخلوه ضمن القانون هذا الحكي، انه يعني هلأ ولا هاي. خلينا نحكي الآن على القانون الحالي اللي موجود. القانون الحالي لا يوجد فيه هذا الكلام، بمعنى أنك أنت تفرض على الجامعات امتحان مستوى أو امتحان قبول أو انترس إكزام للطالب، لكن إحنا نتمنى وحكينا لهم لكل مؤسسات التعليم العالي. بس طبعا هذا بقيد بالنسبة لهم تسجيل عدد بس كبير بس على فكرة صح؟ لكن هناك من الجامعات تمارس ذلك في بعض التخصصات لحتى الآن تمارس هذا الكلام. وهذا الكلام احنا نتمنى انه فعلا، ومش بس لا مش بس امتحان، ويا ريت تصير مقابلات كمان. وكان في امتحان انجليزي وكان في امتحان هلا يصنفوك اي بي سي وبناء على على تقييمك في الجامعه. احنا هذا الكلام بالتعليم هذا الكلام حكيناه بالتعليم العالي لكل مؤسسات التعليم العالي
في كل لقاءاتنا من خلال مجلس التعليم العالي واللقاءات الرسمية وغير الرسمية، إنه يا ريت يكون في امتحان آخر غير امتحان الثانوية بعد ما يكون بس الطالب. بس ما بتقدروا تلزموا الجامعات فيه؟ أكيد لا، بالقانون لا. بالقانون ما بتقدر. طبعا. تمام. هلا في حال تعديل القانون إذا تم وضع شيء زي هيك، هذا بصير جزء من عملية القبول وكأنه من تنظيم موضوع العملية التعليمية كلها. موضوع حكومي، يعني بمعنى إنه أنا هيك عملت عملية التحاق الطالب قانونيا ودستوريا بالمؤسسات التعليم العالي باجتيازه للثانوية العامة، يحقق الحد الأدنى ويجتاز امتحان اللي بدها تحطه المؤسسة. بصير في فلترة لهي يعني هذا الكلام، وبصير في فيش عندنا تضخم في البطالة عند الخريجين، يعني بتقل نسبة التضخم. هلا هذه وجهة نظرنا، لكن لما يطرح هلا اي تعديل بالقانون بتعرف بصير نقاشه على مستوى وطني. يعني ليس الموضوع مرهون باشخاص في تعديل القانون للتعليم العالي. لا لا، القانون 6/2018 لما تعدى القانون 11/98 استمر العمل بالتعديل سنه، ربما صارت اكثر من 30 ورشه ضمت وزراء التعليم العالي السابقين ورؤساء جامعات والى اخره. فاتمنى بس دقيقه اذا صار اي تعديل للقانون الجديد انه يتم مناقشه هذا الموضوع. ينقش هذا الموضوع منيح. في اخر دقيقه من لقائنا لهذا اليوم، شو بتحكي لطلبه الثانويه العامه؟ يعني كلمه منك، نصيحه، توجيه، حتى انه لانه اكثر سؤال اجانا انه انا بدي تخصص لابني ما يقعده على بند البطاله. انا من خلالكم بقول بكلمه واحده لكل خريجين المؤسسات، لكل خريجين الثانويه العامه، ابحثوا عن التخصصات التي بعد أن تنهي دراستها تمتلك مهارات وكفايات تستطيع أن تبدأ مشروعك الخاص ولا تنتظر. أعطيهم أمثلة أستاذ رائد، يعني هم كيف نبحث؟ بقول لك إحنا مش عارفين نبحث، يعني أعطيهم أمثلة. تمام. الآن أنا بجوز بداية حكيت إنه عندنا 35 كلية متوسطة على امتداد الوطن، عندنا 233 بجوز صاروا 240 تخصص تقني. يعني روحوا شوفوا مثلا تخصصات الدبلوم المتوسط عندنا، مش ضروري بكالوريوس 4 سنوات، يعني احنا سنتين بسنتين انت بتكون قدرت تحصل على درجه اكاديميه. اليوم التمريض دبلوم كمان صار من اصل التمريض، هو اصلا بدا التمريض دبلوم بس في بعض الجامعات صارت تدرسه بكالوريوس. في بكالوريوس صحيح لكن هذا بيفرق في سوق العمل استاذ رائد؟ طبعا، لانه الوصف الوظيفي يختلف. الوصف الوظيفي بيختلف للي حاصل على دبلوم تمريض ولا اللي حاصل على بكالوريوس تمريض. لكن الان عندنا دبلوم تخصصات السيارات الهجينه وميكانيك السيارات صحيح. الدنيا 38 اليوم الحراره 35 رام الله. اذا تعطل المكيف لا سمح الله عندك اليوم، اشوف وين انت بدك تلاقي لك حدا يمر يصلحه. هذا دبلوم تكييف، حتى مكيفات البيت بدك هلا تاخذ موعد. هذه صناعه مهمه جدا اليوم، هذه مهارات صارت تتعلم وتخصصات موجوده ومنتشره في كل كلياتنا، يستطيع الطالب الالتحاق فيها. كل هاي اللي بنسميها احنا مهن. اللي خلال سنتين بتكون انت تمتلك الكفايات والمهارات انك تبدا مشروعك الخاص، وبتكون في سوق العمل على طول. بالضبط. بدل ما تقعد تصف على طوابير التوظيف مشان 2000 شيكل. صحيح. شكرا جزيلا لك استاذ رائد بركات، المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم العالي والبحث العلمي، وايضا مدير عام تعليم الجامعه. شكرا لك. تحياتي. يسعد صباحك، يعطيكم العافيه. الله يعافيك.